خلصنا من اليابان، هينا سوق السمك. أنا موجودة بمينة العكامية من شبرة العكامية سوق السمك، وأتوقع صورت لكم كذا مرة. برجع أعيد عليكم وأكرر يا جماعة بعض النصائح، دائما تأكدوا أنكم تكونوا مشرفين على السمك اللي تشتروه. ثاني شيء، يوم تستوي المزادات حاولوا انكم ما تدخلوا المزاد الا اخر شيء، لان بعض الاسيويين يتفقوا بينهم بين بعض، يوم يشوفوا مواطن يدخل المزاد يعلوا السعر. فعلى اساس كذا دائما خلكم متفرجين مشاهدين، تدشوا باخر ثانيه في المزاد وتلطموا الكميه، فخلكم اذكياء مثل ما قلت. ادخلوا المزادات ولكن في الثواني الأخيرة من إغلاق المزاد. أثبت أن العمالة الآسيوية يوم يشوفوا مواطن داخل المزاد يقوموا يرفعوا الأسعار على أساس أنه يلطموا أكبر كم من الماني من المواطن. وثاني شيء، كونوا حريصين على أن السمك فريش، ما يعطوكم البنغالية أو الآسيويين سمك ما فريش. الحين أنا الحين بخذ الزاوية ديك وبراويكم السمك، كل شيء موجود. ودائما أعيد وأكرر، حاولوا انكم تشتروا السمك من المزاد اول ما ينزل من الطراد على الرصيف، على اساس انه يكون فرش وارخص لكم. نقول بسم الله. السلام عليكم، كيف حالكم؟ يتابعوني بالفيسبوك، بالفيسبوك يتابعوني. وين ارباب هذا فلوس زياده اليوم؟ ما في موجود اليوم. ليش؟ ما يطرش يقول لك؟ لا ما يطرش. انا طرش خلاص. لا 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 لا. عجب السمك كله. الحمد لله، كيف حالك انت؟ شو اخبارك؟ الحمد لله الحمد لله. ليش انت زعلان؟ ليش ما يبي يطلع داخل فيسبوك؟ لا لا ما في دلال. ناقص في شغله. ابي انت لازم فاميلي، انت الحين فرحان انت يطلع داخل. نعم نعم نعم. مسكين. طبعا مثل ما خبرتكم اسواق هذه قلابو قلابو، وهذه قلابو موسى سمكة. طبعا اخواننا المصريين يسموها سمكة موسى، وهنا يسموها قلابو. عاد انا جايه باخذ ربيان. تفضل. دام فضلك. عاد انا جايه خصيصا باخذ ربيان من الصين. جماعه بيو عندي بو تحت العيش ربيان. ما شاء الله الهامورة تبارك الرحمن. يودا ربعي هذيك الحيفاء تبارك الرحمن. شوفوا حجمها، حجمها بقراني. هذا عقول، عقول هذا شيء معقول. سمعته هو يقول لكم هذا شو اسم؟ عقول، عقول، عقول. نعم هذا ما عاقل، انت خليته عقول. طبعا هذه الاسماء المحليه وتختلف من مكان لمكان. سمسم كنعد، سمسم كنعد يقول لكم، سمسم كنعد. هذا هيفا. هذه ما شاء الله انا جايه حق الحيفا. هيفا وهبي ولا منو؟ نعم هيفا وهبي. وهبي وهبي. هي وهبي، سمعتوا هيفا وهبي؟ شفتوا؟ هذا هيفا وهبي. هيفا وهبي، واو ابو كبا يا ابن العين. هذا كيودرا ما شاء الله. انا واحد نفر، انا بياكل واحد قباب؟ سيف رندو، اشوفه ما شاء الله. هذا سيف رندو، هذا يتخبلوا عليه الصينيين. خبل ما بعده خبل. اليوم السوق هادي مثل ما قلت لكم، عليكم اول ما يبدو المزاد وتدخلوا المزاد اخر شيء. هذه يسموها حنطه، يعني الفئه الاكبر من البريه يسموها حنطه. هذا مال جديد نيمو، يقول لك مال جديد، صار السمك مال يا ربي. هذا يسموها حنطة. عاد هذه الأصحاب شركات جايين، شوفوا ها كيف الترويج. أنا لازم أسوي لكم حصة أعلمكم فيها كيف تعرفوا السمك الفرش. خطيت ربيان، عندي عرب متوصين. خاطرنا عربه زياده مشان انا زيادات مشان انا. انت يوم تسوي زياده يعطي خربان. انا في مال انا زياده، زياده دائما يكون خربان. هذه مينة العكاميه. هذا السوق.
أنا ما بقول سوق، نحن نسميه كبرة، كبرة السمك. والسمك اللي يكون موجود هنا مباشرة من القراريد على الدكة وينباع. وأهم شيء أنتم مسؤولين عن اختياركم، دائما تأكدوا أنكم تختاروا السمك الفريش والطازة. واللي ما يعرف يثقف نفسه، كيف أعرف السمك الفريش؟ كيف أعرف السمك الطازة؟ عاد هذا قاعد يقطع لي الربيان وينظفه. قاعدهم مستانسين، أنا قاعد أصورهم وحليلهم مساكين. ما يخلص الربيان نراويكم السمك. ما شاء الله السمك أسراب. شوف الشهبانة أوكي. شوفوا معاي سلحفة، ما شاء الله تبارك الرحمن. على فكرة هذه المنطقة غنية بالسلاحف، واللي أنا أتمنى أنها يوم من الأيام تتحول لمحمية سلاحف. وفي سلحفاة عودة متعودة تيجي هنا دائما تسبح بهالبقعة، ما شفتها. هذا توقع بنتها أو ولدها، في وحدة كبيرة معمرة من سنين ما شاء الله عليها. باختصار اشرف على حلالك بنفسك، تأكد السمك اللي اشتريته انه طازج، وثاني شيء تأكد ان السمك اللي اشتريته هو نفسه اللي تم تقطيعه قدام عينك واللي تم وضعه بالسيارة، هو السمك اللي انت اشتريته. وغير هذا مثل ما ذكرت قبل قليل، كونوا حريصين انكم تشتروا السمك لو بكميات كبيرة من المزاد نفسه، ولا تشتروا من المزاد في بدايته، لا تدخلوا المزاد من البداية، دخلوا المزاد اخر ثواني عساس تكون انت الرابح باقل الاسعار. واتمنى وصلت النصائح. اهم شيء اشرف على حلالك ولا تعتمد على الاسيويين، وانت ولد الدار وانت ادرى بالحلال. موفقين، واهم شيء دعواكم لنا بالخير. ولعشاق الطبخ راح نسوي لفة ربيان. المكونات: ربيان، صبار، خضرة، بصل وطماط حسب الرغبة، اللي حاب جزر وبطاطا بعد بامكانه. البهارات: بهارات الكاري، القرم مسالة يعني الهال والمسمار والقرفة المطحون، الكركم، الملح، الفلفل الاحمر، الفلفل الاسود. واهم شيء محتاجين صحن الالمنيوم، وتاكدوا يوم شرائها يا جماعه انها تكون قابله للتحلل وغير سامه للحفاظ على البيئه. عاد الخطوات الحين بعد ما نشخل ماي الصبار، نضيف كل البهارات في ماي الصبار، عقب نضيف الخضره للماي، وكذلك الربيان، كلهم نفس المكون. نخلط البهارات بالصبار، عقب نضيف البصل والخضرة كلها داخل الصبار. ترى النكهة واللعبة كلها في ماء الصبار. والحين نضيف الربيان بالصبار نفسه ونخلط. الحين الخطوة الأخيرة، وهي ان نحطها بصحن الألمنيوم اللي هذا راح نحطيه على النار، ونحط كل شيء بالطريقة. شايفين الحين الخطوة الأخيرة هي ان نسكرها بإحكام ونلفها بعد بألمنيوم عسبة ما تنسم هواء، وينطبخ ونخليه على النار على الجمر مال 20 دقيقة. وهذا بعد ما لفيناها بالألمنيوم وجاهزة ان نحطيها على النار. نور الحطب، بعد ما يطيح الحطب نحط الصحن، خليه 20 دقيقة، وبعدين بالعافية علينا وعليكم. وهذا الأكلة سريعة حق الرحلات، حق الطلعات، حق الشتاء، يعني شفتوا سهلة وسريعة وما محتاج عبالة مرة. عباس بدباس وجاهزة الأكلة.
بعد هذه لفة الربيان.